دايما في الهيئة العربية للتصنيع بنتطلع للتعاون مع الشركات العالمية اللي هي شاطرة في مجالاتها. شركة هيونداي روتيم الحقيقة الكورية من الشركات اللي هي شاطرة في صناعة مترو الأنفاق بالذات، وبالتالي احنا لينا معاها سابق في لينا تاريخ مع شركة هيونداي روتيم في تصنيع الخط الأول لمترو الأنفاق، وحاليا انتهينا من الخط الثالث لمترو الأنفاق بإجمالي 80 عربة اللي هو 10 قطارات، وحاليا الخط الثالث زي ما حضرتك عارف تم يعني يجري في شوارع القاهرة الآن، ودي طبعا مفخرة لينا في الهيئة العربية للتصنيع ومفخرة لمصنع سيماف ان احنا نصنع هذه المعدات الدقيقة والهامة ونعمل في نقل لهذه التكنولوجيا ونعملها توطين في مصر. كل شيء ماشي على قدم وساق من اجل ان احنا نبقى سباقين في هذه الصناعة الهامة في قطاع النقل الحيوي لصناعات عربات قطارات سكك الحديدية بأنواعها المختلفة، ركاب وبضائع وقوة ونقل غلال وعربيات مبردات وعربيات تنكات نقل وقود وخلافه حقيقة، زائد كمان عربات مترو الأنفاق. الحقيقة الاحتفال بتاع النهاردة دون بيؤكد على العلاقات القوية ما بين الجانب الكوري والجانب المصري وثقتهم في إمكانيات الشعب المصري في التصنيع المحلي، وتوجه مصر بالكامل تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنتاج وتوطين صناعة النقل في مصر. الحقيقة أنا كمصري بفتخر جدا بإمكانيات الهيئة العربية للتصنيع، وشايف إن عندهم إمكانيات غير عادية، ويمكن الجانب الكوري أشاد بإمكانيات الهيئة سواء من مهندسين واللي هي بتعتبر أهم جانب موجود، مهندسين مصريين ذوي كفاءة عالية جدا وعندهم قدرات عالية جدا، بالإضافة للمعدات الحقيقة الهيئة العربية للتصنيع دايما بتسعى إن هي تجددها وتحصل على أحدث المعدات اللي موجودة عالميا عشان تطلع منتج عالي الجودة. هو إنجاز ماشي الحمد لله، ده إنجاز، بس ده يعني جزء من كثير، لأن احنا شغالين مش في المترو بس، احنا شغالين في المترو وشغالين في جميع أنواع القطارات. احنا حاليا شغالين بنعمل 1000 عربية بضاعة. طبعا عربية البضاعة هي عربية مهمة جدا، اللي هي بتنقل بقى المنتجات من المواني الى المصانع او المواد الخام من اماكن انتاجها ليه برضو للتصنيع. فموضوع مفهوم البضاعة ونقل البضاعة ده حاجة مهمة جدا. يعني بنقول ان سيماف جاهز يشتغل في صناعة القطارات بانواعها، سيماف جاهز ان هو يشتغل، وزي ما شفته كده وكلنا فخورين في صناعة المترو.